امرأة قد أنهت مناسك العمرة وجاءتها الدورة الشهرية. نعم. امرأة أنهت مناسك العمرة وجاءتها الدورة الشهرية، فهل يجوز لها أن تزور عرفات ومزدلفة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها الدورة الشهرية؟ زيارة عرفات ومزدلفة غير مشروعة، لماذا تزورها؟ ما في زيارة إلا وقت الحج فقط، غير وقت الحج ما تزار عرفات ولا مزدلفة. وأما زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مستحبة في كل وقت، لكن الحائض ما تدخل المسجد، إذا طهرت تغتسل تدخل مسجد الرسول تصلي فيه، قبل أن تطهر لا ما تدخل.